الناس استقبلونا استقبال جيد وأدوا عليهم الواجبات اللي عليهم. طلعنا احنا وعوائلنا والحمد لله سالمين غانمين والحمد لله. كان الطريق واجهكم مخاطر شيء؟ لا 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 ما شفنا كل شيء الحمد لله ووصلنا بسلامه والحمد لله. هناك بالمخيمات تحتاجون شيء؟ شلون المساعدات اللي قدموها؟ والله المساعدات يعني الناس قامت بالواجب واحنا نشكر المسؤولين يعني وعلى كل من قام بالعمل هذا اللي تلقانا واللي قام لنا بالواجب بالاكل والمؤونه. والله تقريبا طريق نص الساعه مشينا مشي استقبلنا بعدين الحشد وما قصروا والله والبيشمركه ما قصروا وكل المنظمات ما قصرت وياني والله ما حد قصر وياني يعني بنوبه. طلعتكم قالت بالتنسيق مع الجيش اكيد مثلا على الطريق؟ نعم مع طيران التحالف كان تنسيق وما يعني قطاع جوي كان قوي. ايه نعم يعني منطقة أمينة نداعي من طريقكم يعني انه مخيمات بعد اكثر ومتطلبات يعني ملابس لان احنا تدري طلعنا ملابسنا يعني ماكو يعني احتياجات يعني بعض الاحتياجات مستلزمات يعني. جينا يمكن 3 4 ساعات وصلنا تعرف ركض نركض ايوه الاطفال والنساء الكبار والحمد لله وصلنا. استقبال الجيش والبيشمركه حيزين والله استقبالهم تلقوني الناس ومي بارد والخيام خذوني ارتاحيني هذا. لا ناقصكم شيء بالمخيم؟ ايش ناقصكم؟ لا ما ناقصنا كل شيء. اي لا لا علاج ومي وما شاء الله وهلك لزين. اي لا ما خلوا قصر الناس. مشينا شو اسمه بال 11 طبينا هنا بس ثنتين. بلى. والجيش والبيشمركه وفروا لكم الحمايه؟ اي ما شاء الله. اي والله الحمد لله الله ينصرهم. هنا بالمخيم ايش ناقصكم؟ ايش كل شيء ما ناقصنا. والله سلامتكم ما خليتوا قصر علينا. اهم شيء امان ونمنا مرتاحين. اي والله الحمد لله والله يستركم ان شاء الله ما خليتوا قصر علينا. والله وصلنا تعبنا. هناك من عندنا طلعنا بال 11 للجيش للحشد الوطني وصلنا بال تقريبا بثلاثه. تلقونا عاد استقبلونا هناك هم ساتر عبرنا يعني قوه حفر. عبرناهن قوة عاد ما عبرناهن وهم نخاف مثل لا يلحقونا واحنا وجهها له كلها هؤسة هي كلها طلعت كثير يعني ناس طلعت وتعرف انت زروع وهم يعني ما نتحرك كذي كذي يعني نظل بطريق واحد كنا كما واحد يخاف من عبوات شيء وصلنا عادينا استقبلونا والله استقبال زين جابونا فوتونا على الخيم انطونا بطانيات انطونا مي شربنا. وكل البارحه من طلعتوا كنتوا خايفين؟ اي خايفين. ومن شفتوا الجيش والبيشمركه؟ افرحنا والله. ايش انطوكم من شفتوهم؟ انطونا والله جابونا الامان انطانا همش الامان انطوكم ماي كل شيء انطانا ما خلوا قصر علينا. هناك كنتوا تداومون بالمدرسه؟ لا ما كنا نداوم. ليش؟ دار الإسلامية ما يخلوني يقولون البنات ما يصير بنات ويا ولد متخالطين وانا إسلامية وبطلنا على المدرسة مو مقبولة ويقولون نريد فلوس 30,000 ما ادري 70,000 منين نجيب لكم انتم اللي حرمتونا من الرواتب لازم انتم تنطوا بدالنا ما تعاد وبطلونا ظلينا قاعدين.